زهقت من وزنك وزهقت من جسمك، جربت كل الوصفات، لعبت رياضة، كل ده ما جابش نتيجة، يبقى الوصفة ديت ليك. جرب الوصفة ديت وبإذن الله تدعي لي. في ناس كتير جربوا كل الحاجات ديت وما جابتش معاهم نتيجة. النهاردة إن شاء الله هتلاقي الحل السحري في قلب الإزازة ديت. عايزين تعرفوا الوصفة عملناها إزاي؟ حطوا لايكات كتير للفيديو ويلا بينا. أول مكون معايا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، ليمونتين اتنين. طبعا كلنا عارفين ان الليمون له سحر رهيب جدا في حرق الدهون. دلوقتي هنعصر الليمون، مش هنرمي الجلد يا جماعة، هنستفاد منه كمان. ده كده خلصت الكمية. المية بتاعت الليمون هنحطها كده على جنب، لان ان شاء الله هقول لكم هنعمل بيها ايه. تابعوا معايا الوصفة للاخر عشان تجيب معاك نتيجة مظبوطة. اول حاجة هناخد الليمون اللي هو الجلد بتاع الليمونة ذات نفسها، وهنقطعها مكعبات بالشكل ده كده. ده كده خلصت الكمية. دلوقتي هنجيب اي كسرولة او اي حاجة هنحطها على النار ونحط فيها كل المكونات اللي انت هتشوفها معايا. هننزل عليهم بكوبايات المية، كوبايات يا جماعة من اللي هي 200 ملي، ده هتبقى كويسة جدا، او كوبايات مية عادية. ده كده كوبايتين. وشوف المكونات الباقية. طبعا انا معايا الزنجبيل، كلنا عارفين ان الزنجبيل له سحر رهيب جدا في حرق الدهون، وده يعتبر ملك الوصفات. كل وصفه بدخل فيها زنجبيل، لان الزنجبيل له سحر زي ما قلت لكم، بيحرق الدهون الموجوده في الجسم. كمان لو في دهون داخليه بتبقى موجوده على الاحشاء، ده يا جماعه بينزل كل الدهون دي. هناخد قطعه كده من الزنجبيل صغيره، نقطعها قطع صغيره كده مكعبات، ونحطها مع الوصفه بتاعتنا. جربوا ان شاء الله الوصفة، هتجيب معاكم نتيجة كويسة جدا. المكون اللي بعد كده القهوة، اي نوع قهوة عندي ان شاء الله هستخدمه. دلوقتي بقى كده هنحطهم على النار يغلوا لمدة 10 دقايق، وهغطي الوصفة علشان طبعا اي وصفة انا بعملها بتبقى فيها زيوت طيارة ومش عايزاها تتبخر. اغطي الوصفة لمدة 10 دقايق على نار هادية، بعد كده هقول لكم هتعملوا ايه. كده يا جماعة الوصفة بردت معايا، وطبعا زي ما قلت لكم غطينا عليها لغاية ما كل البخار اللي كان على الغطاء نزل في قلب الوصفة تاني. هنبدأ ان احنا ناخد الكوباية بتاعتنا بالشكل ده كده. وبالمناسبه يا جماعه، الناس اللي عندها السكر ما تاخدش الوصفه ديت، لانها بتنزل الكوليسترول الموجود في الدم. وده الليمون اللي انا صفيته وحطيته على جنب. هناخد معلقتين صغيرين كده، لو معلقه كبيره هاخد معلقه واحده، لو المعلقه بتاعته صغيره زي ما انتم شايفين كده هناخد معلقتين منها، ونحل الوصفه بتاعتنا بمعلقه عسل نحل طبيعي. دلوقتي بقى يا جماعه نشوف مع بعض هناخد الكوبايه ديت امتى. الكوبايه دي ان شاء الله هناخدها كل يوم الصبح على الريق. هناخد كوبايه زي دي كده لمده 7 ايام، كل يوم كوبايه زي ديت، وان شاء الله خلال ال7 ايام